اسمك كريم الله يسلمك. معك راكان بايزيد حبيبي. راكان؟ راكان بايزيد. بايزيد. راكان انت من ذوي الهمم يعني. اليوم جيت فعاليات وانت الان بهذه. اول شيء ايش انطباعك؟ ايش اللي جاب ذهنك اول ما دخلت الفعاليه هذه؟ صراحه اول حاجه اشكر هيئه الترفيه واشكر الملك سلمان وولي العهد سلمان الدين. صراحه شيء رائع اللي صار هنا. صراحه انا كنت في جهه خاصه دخلت ما في شيء عاقلي، المواقف موجودة لنا، لو رسمي الله يكرمكم موجودة لنا، المواقف كلها مهيئة لنا يعني، ما لنا حجة نجلس في البيت. يعني أنت المشكلة أنك توجه رسالة أو دعوة لإخواننا ذوي الهمم واللي يحتاج خاصة. بقول لهم أكيد بقول لهم تعالوا انبسطوا، لا تجلس في البيت، تعالوا انبسطوا. لا تلقي صعوبات يعني. والله ما في صعوبات، وجه الله حد، ما في أي صعوبات، عشان بسوي معك دقيقة، لا والله من دورات مياه من مواقف من كل شيء، حتى المواقف حتى الحتة الخاصة حطينا لها كرت مواقف لنا مجانا، ما في أي رسوم عليها. ما شاء الله، باقي تصور مثلا في أي شيء مثلا في حاجة دورة المياه وفي ما فيش، كله سهل، ما في حاجة، الحمد لله الشيء مرة صراحة أنا مبسوط فيه إنه في مملكتنا في ذا الشيء بصراحة. طيب ما دخلت مثلا مكان معين هنا ولعبة وزي كذا ولا بس فرجة؟ لا أنا جالس أتفرج بصراحة. بالعكس انا جاي من جده وهنا بصراحه شيء مره رائع. حجي زياره ثانيه ان شاء الله واجرب الالعاب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دخلت شيء موسم الرياض غير الفعاليه؟ دخلت في كان في هيئه التدريب ليش العاب الكرونيه. ايوه ورحت اليورك برضو. صراحه اشياء جميله، انا فخور اني بشوف دي بلدي. يعني زي ما يقولوا موسم الرياض تخيل اكثر تخيل اكثر تشوف اكثر زياده. طيب كلمه خير تختم فيها استاذ زياد، كلمه خير تضيفها وزي كذا. والله بصراحه انا اشكر من جد هيئه الترفيه واشكرهم على الشيء الجهد اللي هم قاعدين يقوموا فيه. صراحه انا فخور انه بلدي بتسوي ذي الاشياء، انا مره مبسوط كذا نشوف اول مره الحين صار عندنا هذا الشيء. شكرا لك انك لا بالعكس، هذا الشيء يشرفنا انه ناخذ راي ثاني من اخواننا من ذوي الهمم. الله يسعدك يا رب. هذه دعم من خلالك اخواننا من ذوي الهمم انهم يجون ويشاركوا في هذه الفعاليات، واجد ان شاء الله كل التسهيلات وكل الترفيه اللي يبوه ان شاء الله. الله يسعدك. شكرا جزيلا. الله يسعدك. الاسم كريم مره ثانيه. معك راكان بايزيد حبيبي. راكان بايزيد فين مجال العمل؟ اتش ار ومدرب في جهات خاصه. ما شاء الله. نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب.